بقى القصة اللي انت عملتها دي؟ قصة ايه؟ لا يا حبيبي، احنا خلاص بقينا لوحدينا، مش هتبيع شقق هنا. شقق؟ انت بتحب مريم؟ ارتحت لها وده اهم. حبيتها؟ قول حبيتها. بص يا حبيبي، انا هقول لك حاجتين تخليهم في دماغك. اول حاجة تبطل تكسفني زي ما كسفتني من شوية. الله، احنا بقينا لوحدينا اهو دلوقتي. حتى لو احنا لوحدنا بطل تكسفني. ده مش هزار. تاني حاجة وهي الأهم، يعني الحب ده جميل لكن مع الوقت بيقل. أمك مثلا أنا حبيتها جدا وهي حبتني، لكن ما ارتحناش مع بعض، ما ريحناش بعض. ومريم دي ست جميلة، مرتاح لها. السؤال التاني بقى المهم ليك انت، انت بتحب تمارا؟ انا؟ امال انا يا اخي؟ سؤال غريب بصراحة. بص يا ابني، الناس دي كويسة، لو انت مش هتقدر تطلع جدع ابعد عنهم. هو انت ناوي تيجي تقعد في القاهرة بقى ولا ايه؟ لا، القاهرة ايه؟ في حد يقدر يقعد في القاهرة اكتر من كام يوم؟ انا بس كنت جاي اخلص شويه حاجات وهرجع تاني على هناك. بتبيع شقق؟ بس يلا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.